تكونون بخير. فيديو اليوم راح احكيكم عن نصائح ممكن تكونون بيها طلاب مجتهدين اكثر بدراستكم وتكون سنتكم الدراسيه صحيه اكثر ونشيطه اكثر. هي خطوات كلش بسيطه راح تساعدكم بطريقه كلش كبيره. اول نصيحه انه تنامون من وقت، ما تخلون نومكم يتاخر، لان التاخر بالنوم راح ياثر عليكم بالصبح، ياثر عليكم لما تسمعون الدرس، ما راح يكون تركيزكم كلش قوي لما تسمعون الاستاذ او الاستاذه. فاذا نمتوا لازم تنامون من وقت، واقل شيء تنامون 8 ساعات، لازم تكون 8 ساعات حتى تكونون صحصحين كلش ويعني نشيطين وانتوا قاعدين الصبح. واحدة من الخطوات اللي أنا أتبعها على مود أكون طالبة مجتهدة أكثر بدراستي، وأنتوا تعرفون أنا شوفتكم قبل لما سويت الجولة في غرفتي، شفتوا أنا عندي شهادات تقدير وشهادات تشكر وميداليات من التفوق. راح أقولكم على كل شيء أنا أسويه وأنا أدرس يساعدني حتى أكون طالبة مجتهدة أكثر. ومن هذه الأشياء إنه أنا إذا ما افتهمت شيء بالدرس رأساً أسأل الأستاذة أو الأستاذ عن الشيء اللي قاله وأني ما فهمته حتى يرجع يشرح لي مرة أخرى، لأن عادي يعني عدم الفهم مو عيب، وخاصة إذا الموضوع صعب أو بي حلول صعبة وقوانين، شيء طبيعي إنه الإنسان يحتاج شرح أكثر من مرة. فتقدرون تسألون الأستاذة أو الأستاذة مرة لوخ، أبد ما بيها أي مشكلة. لا تفكرون مثلاً إنه أنا إذا سألت رح الأستاذة تقول إنه أنا ما أفتهم وما جيت من تبع الدرس، لأن يعني عادي كلش إنه الإنسان ما يلقف الشغلة من أول مرة، من ثاني مرة، ثالث مرة عادي، يعني ما بيها مشكلة. وقت ما أروح أني المدرسة وأخذ موضوع جديد، نقول مثلاً رياضيات أو فيزياء أو كيمياء أو أي موضوع لاخ، أجي لما أرجع للبيت أسوي له تكرار. إذا سويت له تكرار بيوم الامتحان أني من أجي أدرسه راح أشوف إنه أني أتذكره. إذا سويت راح صدق يعني إذا جربتوها التكرار كلش مفيد. راح إذا كررتوا الدرس وأنتوا راجعين وأنتوا رجعتوا للبيت تكررون الدروس اللي أخذتوها بهذا اليوم، راح يبقى لليلة الامتحان راح تبقى هذه المعلومات براسكم. جربوها صدق، يعني صدق مدى الشاقة. أنا إذا مثلا مو أرجع من المدرسة أخذت موضوع بالرياضيات أي مادة لغ، أجي للبيت أكرر كل شيء أخذته، كل شيء كتبناه بالدفتر أكرر يعني بشكل بسيط، يعني مو أقعد أحفظه. يعني مثلا أخذنا مثال بالرياضيات، أحل مثال من الموضوع الجديد، مثلا أقرأ الموضوع اللي أخذناه بالفلسفة، يعني أقرأ مرة ثانية مرتين، يعني فت 5 دقائق بس تكرار تساعدكم انه هذه المعلومات تتذكروها بالاختبار وما تنسوها ابد، ما تروح من بالكم. يعني هذه كلش طريقة حلوة، اذا جربتوها راح يعني صدق تعرفون فوائدها. من الاشياء اللي ما تخليكم تركزون بالدرس هي انه ما تاكلون وجبة الافطار. هي هذا الشيء انا همنه مدى اسوي، يعني انا لازم اسوي بس مع ذلك مدى اسوي، بس يعني ان شاء الله راح ابدي اسوي انه اطلع من البيت بدون ما افطر. هذه الخطوه تخلي الواحد ما يقدر يركز بالدرس لما يشرح الاستاذ الاستاذه، فيعني يختفي تركيزكم. لازم تفطرون بالبيت، تاكلون شيء صحي، تشربون قهوه، تشربون حليب دافي ويا عسل، تاخذون فيتاميناتكم، تاخذون فطور صحي ومشروب يصحيكم الصبح. هذه كلش خطوه مهمه انه تخليكم تركزون بالدرس. نقول انه حتى لو كنتوا مستعجلين وما قدرتوا تفطرون بالبيت، اخذوا موز تفاحه اخذوه وياكم المدرسه، اكلوها موز تفاح اي شيء لالينجي من الفاكهة اللي تنأكل بسرعة وقبل تروحون للمدرسة، أو أخذوها وياكم وكلوها قبل تبدي الحصة الأولى. هيجي هم تقدرون هيجي تسوون حتى تحافظون إنه أنتوا أكلتوا وجبة قبل لا يبدي الدرس. وأبداً لا تخلون الواجبات تتراكم عليكم من أيام، مثلاً إنه أنت أخذتي الواجب يوم الثلاثاء، إنه الدرس موجود يوم الخميس، إنه تعوفين ما تسوي يوم الثلاثاء لأنه هو درس موجود يوم الخميس. لا، لازم إنه مثلاً أخذتي الواجب يوم الثلاثاء حتى لو ما كان عندك الدرس باكر وما كان عندك الدرس باكر، حل بنفس اليوم إنه يكون، لأن تكون أنت متذكر الموضوع اللي أنت أخذته. ف
فراح تحله على ذاكرتك اللي انت ماخذها بهذا الموضوع اليوم، بس اذا اجلت لغير يوم راح هذا الموضوع راح تنساه، راح تنسى طريقة الحل. هم يكون تكرار للموضوع اللي اخذته، وهم الواجب تكون مسويه، ما تكون مأجله لغير يوم على مود لا يتراكم ويا الواجبات غيره. وانتو مثلا وانتو قاعدين تدرسون الاختبار او قاعدين تدرسون الواجب او شيء، لا تجلسون بطريقة مريحة، يعني مثلا لا تروحون على السرير وتحاولون تحفظون شيء، يعني لا تجلسون على شيء يساعدكم على النوم، لان الراحة راح تخليك تنام او راح تخلي الواحد ينعس. فاقعدوا على كرسي مكتبي او يعني كرسي، اقعدوا على الميز وكرسي وادرسوا، لا تقعدون على سرير، تقعدون على مثلا كنبة او شيء، اقعدوا على مكان ما يخليكم انه انتو تفكرون بالنعس، مو مكان مريح كلش خليكم تفكرون بالنعس. وشي مهم كلش 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 انه انتو مثلا نقول مادة التاريخ، انتو جيتوا تحفظون، اوكي التاريخ صح بيحفظ، جيتوا تحفظون الموضوع بس بدون ما تفهمون شنو هو. هو مثلا مو بس التاريخ، الجغرافيا، كل المواد اللي تحتاج منكم انه هي بيها شرح، تحتاج منكم تعاريف، تحتاج منكم تعاليل، تحتاج منكم حفظ اجوبة، بس هو الطريقة الصحيحة انه تفهم المنطق، انه تفهمون المنطق، تفهموه كأنه قصة. لما تفهموه هيجي راح يبقى ببالكم، مثلا شلون امي مثلا كانت تحكي لي قصة ليلى والذئب، اوكي قبل انه اني افهم انه ليلى راحت هناك وليلى جت هناك، ليلى راحت أكلت ما أعرف شنو، اللي راحت ودت البيبية ما أعرف شنو، فهذه القصة أنا أعرف شنو بالضبط، أنا أفهمها، أفهم شلون صارت. فأنتوا إذا قرأتوا الموضوع هذا كأنه قصة تفهمتوه، يعني حتى لو تقروا مرة مرتين بس مو تحاولون إنه تسووا له كوبي بيست بدماغكم، لا عادي إذا كان أكو نقص كلمة كلمتين، بس المهم إنه تطلعون منطق الموضوع، تطلعوه بطريقة صحيحة داخل الامتحان، يعني مو شرط إنه تسوون كوبي بيست نفس كلام الكتاب، فاهمين شلون؟ مثلا اني اجاوب على السؤال بس عادي اقدر اجاوب عليه بطريقه لخ بس تعطي نفس المعنى، اني فهمت الكلام، فهمت القصه، فهمت التاريخ، وفهمت الهجوم هذا ايش صار، ما اعرف شنو فهمته، اقدر اكتبه بغير طريقه لان اني اعرفه، ما راح انساه وانه اقول افكر بهاي الجمله، هاي الكلمه شنو كانت موجوده، هاي الكلمه شنو كانت موجوده، لا انه اني افهم المنطق من القصه، اقدر اكتبه، اقدر اني اطلع الكتابه من نفسي حتى لو اني جت ناسي الحفظ، فاهمين شلون؟ المهم انه انتم فاهمين القصه، التاريخ فاهمين طريقه كانه قصه، راح تتذكروها بالامتحان صدقوني، كلش كلش هاي تساعد. مثلا انتم عندكم امتحان صار المادة كلش كبيرة، انتو ما حتلحقون انو تكملون المادة كلها عادي، مثلا اخذوا اول موضوع او مواضيع اللي انتو فاهميها، درسوا كم موضوع افهموه زين احسن من ما تروح للامتحان تشوف كل المواضيع تدرسها كلها بس تكون انت مدارسها زين. ادرس مثلا اول 3 مواضيع كلش كلش زين بحيث تقدر تطلع منها درجة، مو مثلا تدرس انه لازم تكمل كل المواضيع بنفس اليوم بحيث انه تقدر تحلهم بالامتحان، لا راح كلها مثلا لما تجي بالامتحان وانت درست بوقت قصير ودرست مادة كلش كبيرة راح ما تقدر تحلها، ما راح تقدر تتذكر لان بسبب الخربطة اللي صارت براسك بالليل قبلها. فتقدرون انه تركزون على موضوعين لو 3، تعلمون شلون تحلوها، تدرسوها زين، وعادي عفوا المادة الباقية لا تدرسوا لها. اول شيء يعني ادرسوا الكم موضوع تقدرون تاخذون عليه درجة احسن من انه تدرسون كل المواضيع بس ما تفهمون عليها طريقة زينة وبوقت كافي. ووقت الامتحان، وقت الاختبارات، يعني احذروا انه انتم ما تسهرون، لان لما راح تسهرون حتى لو كان عندكم اختبار لا تحاولون تدرسوا وانتم تسهرون، دائما حاولوا تدرسوا بوقت يعني مو متأخر بالليل. اول شيء بالليل ما راح يرسخ كل شيء بالعقل، انا مجربة مثلا مرة صار عندي امتحان ما قدرت ادرسه، اضطريت انه اروح للمدرسة بدون نوم حتى ادرسه، ومع ذلك ما أخذت الدرجة زينة، مع أنه أنا حفظت ودرست وفهمت بس ما أخذت درجة زينة لأن كان عندي نقص نوم. لما يصير أكو نقص نوم راح يصير نقص تركيز بالموضوع، يعني ما حد تقدرون تجمعون المعلومات اللي عندكم وتطلعوها تكتبوها عندكم بالورقة لأن عندكم نقص نوم، عندكم نقص يعني
طاقة بجسمكم من نقص النوم، راح يصير عندكم ضعف كلش قوي بطاقتكم، ما راح تقدرون تذكرون أي شيء أنتوا درستوه إذا سهرتوا إذا تأخرتوا بالوقت. فاهمين شلون؟ إذا تأخر الوقت ادرس لك موضوعين تأخذ عليه درجة زينة أحسن مما ما تأخذ أي شيء وتسهر وتروح المدرسة بدون يعني بوجه شاحب وما تتذكر شيء من أي موضوع. ادرس لك موضوعين تأخذ عليهم درجة أحسن شيء، أحسن مما تسهرون، لأن السهر يخليكم تنسون كل شيء درستوا عبالك ولا 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 فاتحين كتاب. وإذا شفتوا نفسكم نعسانين ويعني تريدون تكملون المادة مالكم بس ما تقدرون تكملوها ونعسانين لأن أصلا السهر مو زين بليلة الاختبار، اقعدوا ناموا اقعدوا الصبح بساعة مبكرة، مثلا اقعدوا ساعة 4 الصبح 5 الصبح يعني على حسب وقت دوامكم، ادرسوا المادة الصبح. إذا درستوا المادة الصبح حتى لو ما كملتوها درسوها الصبح راح تقدرون تتذكرون اللي درستوه الصبح بوقت الاختبار، لأن درستوه بمدة قليلة راح يصير المدة قليلة بين الوقتين يعني الوقت اللي درستوا بيه وقت الاختبار، فراح يصير سهل يعني تذكر المادة. بس مع ذلك الطريقة الأصح إنه تدرسون المادة بوقت مبكر قبل الامتحان بيوم، عمود تروحون الامتحان وأنتم مرتاحين وماكو عليكم ضغط نفسي أو قلة نوم أو من هاي الشغلات أو جهد لجسمكم. ووقت ما ترجعون من المدرسة احرصوا انه انتو تخلصون واجباتكم مثلا ورا ساعة ورا ساعتين ترتاحون تاكلون، تخلصون واجباتكم بعدين بوقت مبكر حتى تشوفون وقت نفسكم حتى لا يصير عليكم ضغط تقولون انه انا مدى لحق اسوي شيء وما اعرف شنو، تضيعون وقتكم على التليفون لان انا اغلب الوقت هيك اسوي كلش انت ندم لما اسوي هيك، فلا تضيعون وقتكم على التليفون اول ما ترجعون من المدرسة، درسوا الواجبات اللي اخذتوها، سووا تكرار المواضيع اللي اخذتوها بنفس اليوم، بعدين حيصير لكم وقت فراغ، وبهذا الوقت الفراغ تقدرون تلعبون بالتليفون، تشوفون موفي، تشوفون انمي، تتونسون، تلعبون ورق، افتهمتوا شلون؟ يعني يكون الوقت الفراغ ورا وقت الدراسة احسن، يكون نفسيتكم تصير مرتاحة اكثر، ما يصير عندكم تأنيب ضمير انه انتو قاعدين تلتهون بشي بعدين تأجلون الدراسة لغير وقت. فاول ما ترجعوا من المدرسة تأكدوا انه انتو تدرسون المادة، بعدين ابدوا املأوا وقت فراغكم الاشياء اللي انتو تحبوها، وتأكدوا من اكلكم الصحي. الاكل الصحي هو يساعد العقل انه يشتغل، فاذا المدرسة مايتكم اكلها مو صحي او يعني مو مناسب انه انتو تاكلوه، يعني ان افضل تاخذون الصناديق هاي من الاكل كلش حلوه شكلها كلش كيوت، ذني لونها وردي لونها ابيض، ذني صير طابقين، طابق من الساندويتش طابق من الفاكهه، اخذوا من هاي الصناديق واملوها بكل شيء انتو تحبوه، سووا وجبه فطور وجبه غدا يعني بكل مكان تاخذ الصندوق، احسن شيء الاكل من البيت. انا صار لي شهر تقريبا ما كنت اسوي هيك، بس هذا الاسبوع انا بديت اسويه، بديت اخذ سندويتش الصبح للمدرسه الافطار لي ما لحق افطر بالبيت، حتى لهذا اخذ افطاري بالمدرسه، فاني اروح المدرسه ورا نص ساعه يلا يبدي ماتي الدرس الاول، فما لحق يجيني السيرفيس يجيني الباص من المدرسه من وقت كلش مبكر، فما اقدر الحق اكل بالبيت. اذا لحقت اذا ما لحقت اني اخذ وياي بالصندوق ساندويتش واشتري عود من الحانوت من المدرسه من الكانتين، اخذ لي عصير او كوفي ويا الساندويتش، بس اهم شيء تكونون محضرين الاكل انتو بالبيت واشربوا هناك اللي انتو تحابي، مثلا هناك تقدرون تاخذون عصاير تاخذون كوفي تاخذون من هاي الاشياء اللي انتو ما تقدرون تجيبوها من البيت، مثلا تحبوها باردة او حارة هيك شيء. بجولي تشيك اكو صناديق من الاكل كلش حلوة، كل المواقع اصلا ما تسوق اكو صناديق من الاكل من لانش بوكس، اكتبوا لانش بوكس وتطلع لكم صناديق الاكل كلش حلوة، مربع للساندويتش، مربع الفاكهة، مربع مكسرات، يعني انتو حسب الاشياء اللي انتو تحبوها تقدرون تحطوها بيها وهيجي. وبس هذا كل نصائح اللي تقول لكم عليها واللي انا اسويها دائما، اتمنى ان انتم تطبقوها. بالنهاية احنا لازم نجتهد ونركز زين وندرس زين، لان ما حد راح يوصلنا للحلم اللي احنا نريده غير دراستنا، لازم نحافظ عليها، لازم ندرس زين، لازم نستغل كل وقت فراغ نقدر يعني نملي احنا باشياء تافهه، لازم ناخذها نستغلها بدراستنا على مود لنتندم بعدين. خلوا دائما وقت كل يوم تدرسون بيه تكررون بيه المواضيع اللي اخذتوها، لان كل بعدين
إذا راح الوقت وتندمتوا ما حد راح يقدر يرجع هذا الوقت. الدراسة هي أهم شيء بحياتنا ولازم نهتم بيها ولازم نجتهد بيها. أتمنى لكم عام دراسي موفق ودراسة حلوة وممتعة وسنة دراسية كلش تونسون بيها وتحققون صداقات كلش حلوة وتكونون صداقات كلش حلوة وتحققون نجاحات كلش عالية. وبس أتمنى يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا تشوفوه. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تحطون لايك، دعموني باللايك واشتركوا بالقناة. قربنا نوصل 100,000 مشترك، احتمال ينزل هذا الفيديو وأنا واصلة 100,000 مشترك ما أدري. وفعلوا زر التنبيهات حتى يوصلكم إشعار بكل مرة أنزل بيها فيديو على القناة. تابعوا حساباتي على السوشيال ميديا إنستغرام تويتر سناب شات كلها بنفس الاسم سترويان هاي، وتابعوا حسابي على تيك توك هناك أنزل فيديوهات رسم. وبس أحبكم كلش كلش هواية وأشوفكم بالفيديو الجاي.